وزير المالية يعلن الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار خلال أيام، ويؤكد شهادة ثقة في برنامج الحكومة. المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء في القاهرة يختتم فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضور علماء ومفتين من نحو 104 دولة. الهيئة القومية للأنفاق تنفي ما تردد عن هدم جزء من أحد مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية، وتؤكد عار من الصحة ويستهدف تضليل الرأي العام. الأردن يدعو رعاياه لتجنب السفر إلى لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ويحذر من التصعيد وخطورة توسع الحرب لمواجهة إقليمية شاملة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تفشي مرض شلل الأطفال في غزة، وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أوضاع القطاع.